كتب الله عز وجل على آدم عليه السلام قبل أن يخلقه إنه سيسكن الجنة ثم يخرج منها ويهبط إلى الأرض التي خلق منها ويمكث في الأرض ما شاء الله عز وجل من الأجل حتى يموت ويبعث بعد موته، فتكون الجنة مأواه هو ومن تاب وأصلح من ذريته في الأرض. وليس أول الخلق بأهون على الله عز وجل من إعادته، فإن الموت هو نهاية المطاف لجميع الخلق، وهذه هي سنة الله عز وجل في خلقه، فهو الواحد القهار. فهذا مقدر في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الإنسان، فإذا جاءت ساعة الإنسان جاءته المنية ولو كان في بروج مشيدة. قال الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، صدق الله العظيم. فحينما يأتي الأجل لا يستأخر المخلوق ساعة ولا يستقدم، فعندما انتهى أجل آدم عليه السلام وانتهت مهمته التي خلق من أجلها، وبعد أن سلم الراية إلى ولده من بعده، وبعدما تناسلت ذريته وتكاثرت وأنزل الله عز وجل إليه من الصحف، جاء أجل آدم عليه السلام لينتقل إلى حياة أخرى. فقد انتهت حياة آدم عليه السلام في الأرض، ولكن كيف توفي سيدنا آدم عليه السلام؟ وأين كان أجله؟ ومتى؟ وأين دفن آدم عليه السلام؟ وكم كان عمره لما مات؟ وفاة آدم وأمنا حواء عليهما السلام. لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض، جعل يعد لنفسه أجله عمره. فلما قضي عمر آدم عليه السلام، جاءه ملك الموت عليه السلام، فقال له آدم: قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة، أولم يبقى من عمري 60 سنة؟ قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة. قال آدم: ما فعلت. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود؟ ونسي آدم فنسيت ذريته، وما سمي الإنسان بذلك إلا لأنه ينسى، وخطئ آدم فخطئت ذريته. وقد روي أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى لآدم حين خلقه: ائت أولئك النفر من الملائكة، قول السلام عليكم. فأتاهم آدم عليه السلام فسلم عليهم وقالوا له: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه عز وجل فقال له: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم. ثم قبض له يديه فقال له: خذ واختر. فقال: أحببت يمين ربي وكلت يديه يمين. ففتحها له فإذا فيها صورة آدم وذريته كلهم، وإذا كل رجل منهم مكتوب عنده أجله، وإذا آدم عليه السلام قد كتب له عمر 1000 سنة، وإذا قوم عليهم النور. فقال آدم: يا رب، من هؤلاء الذين عليهم النور؟ فقال: هؤلاء الأنبياء والرسل الذين أرسلهم إلى عبادي، وإذا فيهم رجل هو من أضوائهم نورا، ولم يكتب له من العمر إلا 40 سنة. فقال آدم: يا رب، هذا من أضوائهم ولم تكتب له إلا 40 سنة. بعد أن أعلمه أنه داود عليه السلام، فقال: ذلك كل ما كتبت له. فقال: يا ربي، أنقص له من عمري 60 سنة. فقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: فلما أهبط آدم إلى الأرض كان يعد أيامه، فلما أتاه ملك الموت لقبضه قال له آدم: عجلت يا ملك الموت، قد بقي من عمري 60 سنة. فقال له ملك الموت: ما بقي شيء، سألت ربك أن يكتبه لابنك داود. فقال آدم: ما فعلت ولا وهبت له شيئا. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد فجحدت ذريته. فحينئذ وضع الله عز وجل الكتاب وأمر بالشهود، فأكمل الله تعالى لآدم 1000 سنة برحمته وفضله سبحانه، وأكمل جل جلاله لداود 100 سنة من فضله ورحمته. ولما نزل بآدم عليه السلام الموت، قال أيباني: إني أشتهي من ثمرة الجنة، انطلقوا فاجنوا لي من ثمار الجنة.
فانطلق بنوه يلتمسون، فاستقبلتهم الملائكة فقالوا: أين تريدون يا بني آدم؟ فقالوا: يشتهي أبونا من ثمر الجنة. فقالوا: ارجعوا قد كفيتم، فقد أمر بقبض أبيكم. فرجع بنو آدم مع الملائكة، فأقبلوا حتى انتهوا إلى آدم. فلما رأتهم حواء عرفتهم وذعرت منهم وجعلت تدنو إلى آدم، فلصقت بآدم. فقال آدم عليه السلام: إليك عني، فمن قبلك أوتيت، دعيني وملائكة ربي. فقبضوه وهم ينظرون، وغسلته الملائكة بالماء وترا وهم ينظرون، وكفنوه وهم ينظرون، وحنطوه وهم ينظرون، وصلوا عليه، ثم حفروا له وألحدوا له، ثم دفنوه، ثم أقبلوا عليهم. فقالوا: يا بنو آدم، هذه سنتكم في موتاكم، هذه سنة آدم في ولده، وهذا سبيلكم، فكذاكم فأفعلوا. وذكر العلماء أن آدم عليه السلام قبل موته مرض مرضا شديدا أقعده 11 يوما، وفي هذه الأثناء استطاع آدم عليه السلام أن يوصي ابنه شيثا عليه السلام، وعلمه كل شيء، وأوصاه أن يخفي علمه عن قابيل وولده حتى لا يقتل كما قتل أخوه من قبل حسدا منه، حين خصه الله عز وجل بتزويج هابيل من إقليمها أخت قابيل. فعمل شيثا بوصية الوالد، وأخفى علمه عن قابيل وولده، فأخفى شيثا وولدهما عندهم من العلم، ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به. وقال ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه قال: بلغني أن آدم حين مات بعث الله عز وجل بكفنه وحنوطه من الجنة، ثم وليت الملائكة قبره ودفنه. وروى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام حين حضرته الوفاة بعث الله عز وجل إليه بحنوطه وكفنه من الجنة. فلما رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل دونهم، فقال لها آدم عليه السلام: خلي عني وعن رسل ربي، فما لقيت ما لقيت إلا منك، ولا أصابني ما أصابني إلا فيك. فلما قبض آدم عليه السلام غسلته الملائكة بالسدر والماء وترا، وكفنوه في وترا من الثياب، ثم لحدوا له ودفنوه، ثم قالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما مات آدم عليه السلام قال شيث لجبرائيل: صل عليه. فقال: تقدم أنت صلى على أبيك، فكبر عليه 30 تكبيرة، فأما 5 فهي الصلاة، وأما 25 فتفضيلا لآدم. وكانت وفاة آدم عليه السلام يوم الجمعة، ويؤكد ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن موت آدم عليه السلام كان يوم الجمعة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم، أي من أيام الأسبوع، طلعت عليه الشمس، أي طلعت فيه الشمس، يوم الجمعة. فيه خلق آدم الذي هو أول البشر، وفيه أدخل الجنة، أي خلق آدم يوم الجمعة، ثم أدخل الجنة في يوم الجمعة، أي أن الله عز وجل أسكن آدم عليه السلام الجنة في يوم الجمعة. وفيه أخرج منها، أي خرج من الجنة وهبط إلى الأرض للخلافة فيها يوم الجمعة، وخروجه منها هو خروج العائد إليها إن شاء الله، لأن الجنة هي في الأصل مسكن آدم، وكذا ذريته من بعده إن شاء الله. اللهم اجعلنا منهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أسكن أنت وزوجك الجنة. ويوم خروجه عليه السلام من الجنة هو يوم خلافته في الأرض ونزوله لها، ولا تقوم الساعة، أي يوم القيامة، إلا في يوم الجمعة، أي بين الصبح وطلوع الشمس. وقيل أن دفن آدم عليه السلام كان في غار في جبل أبي قبيس يقال له غار الكنز. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما خرج نوح عليه السلام من السفينة دفن آدم عليه السلام ببيت المقدس. وقد ذكر علماء التاريخ أن حواء عليها السلام عاشت بعد آدم عليه السلام سنة واحدة فقط، ثم ماتت فدفنت مع زوجها في الغار الذي ذكر، أي في جبل أبي قبيس إلى وقت الطوفان.
ثم استخرجهما نوح عليه السلام وجعلهما في تابوت، ثم حملهما معه في السفينة، فلما غاضت الأرض الماء ردهما مكانهما الذي كان فيه قبل الطوفان. قال: وكانت حواء فيما ذكر قد غزلت ونسجت وعجنت وخبزت وعملت أعمال النساء كلها. ولم نقف مشاهدين على الوقت الذي توفيت فيه حواء عليه السلام أو الوقت الذي توفي فيه آدم عليه السلام عند أهل الكتاب حسب المراجع المتوفرة لدى البعض. قال بعض المؤرخين أن شيث عليه السلام ولد لآدم عليه السلام بعد مقتل هابيل، وإليه تنتهي أنساب بني آدم كلهم اليوم، وذلك أن نسل ولد آدم عليه السلام غير نسل شيث، انقرضوا فلم يبقى منهم أحد. أما القاتل قابيل فهلك نسله بالطوفان، وأما المقتول هابيل فلم يعقب ونوح عليه السلام من ذرية شيث عليه السلام، وإن من على الأرض كلهم اليوم هم من ذرية نوح عليه السلام. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.